بقى في الدرس الماضي معرفة المعلل والعلة وأنها عند العلماء في الاصطلاح مخصوصة فيما ظهر له علة خفية قادحة مع أن ظاهره هو السلامة من العلل، فهو نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع المردود من علوم الحديث، هذا هو المعلل. وعرفنا في الدرس الماضي أيضا الطريقة التي يعرف بها المعلل، وأنها بجمع طرق وسبرها ومعرفة أحوال رواتها والاطلاع على وهم أو فيها في الإسناد أو بإدخال حديث في حديث وما إلى ذلك مما تقدم في الدرس الماضي. وأن هذا النوع من أنواع علوم الحديث نوع دقيق ولم يتكلم فيه إلا القلة من العلماء المحققين السابقين المتقدمين، وذلك لصعوبته ولعدم تمكن كل أحد منه، لهذا قل المتكلمون في العلم وصار المتكلمون فيها قلة قليلة، وذلك لصعوبته وعدم التمكن من الوصول إلى العلة فيما ظاهره الصحة وظاهره السلامة إلا لقلة قليلة من العلماء. في هذا الدرس ذكر السيوطي أن الحاكم نوع أجناس العلل وذكر أنواعا لها وأوصلها إلى 10، وأن كل واحد منها يأتي منه الخلل، وكل واحد منها يعتبر قادحا. وهذا إنما هو بالتفصيل للأجناس، إلا فإنها ترجع إلى ما يتعلق بالسند والمتن وإلى ما يعل سندا أو ما هو معلول سندا أو متنا، فإن هذه الأجناس كلها ترجع إلى التقسيم السابق الذي مضى في الدرس الماضي. ولكن الحاكم رحمه الله اعتنى في جمع أفرادها وأجناسها والتمثيل لها، وقد نظمها هذه العلل العشر، نظمها محمود الترمذي الذي هو شارح ألفية العراقي وذكرها في كتابه الشرح، وكذلك أيضا ذكرها أو نقلها عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي، أي ذكر الأبيات التي نظمها محمود الترمذي والتي هي مشتملة على هذه العلل أو أجناس العلل التي أشار إليها السيوطي في هذا البيت. ونوع الحاكم أجناس العلل بنحو 10، كل منها يأتي الخلل. ثم ذكر بعد ذلك أن من العلل ما هو قادح، أن من العلل ما هو غير قادح، وذلك كان يحصل وهم في إبدال راو ثقة براو ثقة، فإن هذا لا يؤثر، لأنه كيفما دار الحديث على ثقة، وإنما الخلل والإشكال يأتي في الإبدال بين الضعيف والثقة، الإبدال بين الضعيف والثقة هذا هو الذي يؤثر. وأما إذا أبدل راو ثقة براو ثقة فإن الحديث لا يتأثر، ولا الحديث يعتبر ثابت ما دام أنه جاء عن ثقة، ولكنه حصل خطأ في إبداله بثقة آخر، فإن الحديث بحد ذاته يعتبر ثابتا ولا يعتبر هذا قادحا، لأن القدح لو كان الإبدال بضعيف هذا هو الذي يؤثر. وأما إذا كان الاختلاف
بين راويين وهما ثقتان، فسواء كان هذا أو هذا فإن أي واحد منهما يعتبر حجة ويعول عليه ويثبت الحديث لو جاء من طريق هذا أو جاء من طريق هذا. وإنما الضعف والخلل يتطرق إذا حصل التغيير والإبدال بين الثقة والضعيف، لأن أبدل الضعيف وجعل مكانه ثقة فإن هذا يكون معلولا، لأن الأصل أن الحديث عن ضعيف، وقد حصل الوهم بإبدال ثقة مكانه. فلما كان الأصل الضعف وإبدال شخص مكانه ثقة على سبيل الوهم بقي معلولا وبقي مقدوحا به. أما لو جاء الحديث عن ثقة ثم حصل وهم وأبدل بثقة آخر فالحديث صحيح، الحديث صحيح لأنه إنما كان دائرا على ثقة وإنما جاء عن ثقة. ولهذا قال السيوطي: ومنه غير قادح، ومنه غير قادح كأن ما ليس بقادح، ومنه ما ليس بقادح كأن يروي يبدل عدلا، أن يبدل عدلا براو حيث عنه براو بمساو، نعم عدلا بمساو يعني مماثل له بالعدالة، بمساو يعني مماثل له بالعدالة حيث عنا. فهذا لا يقدح في صحة الحديث ولا يؤثر، لهذا قال: منه ما ليس بقادح. ثم ذكر السيوطي بعد ذلك أن العلماء منهم من يعلل أو من يعل الحديث بعلل أخرى غير التي اصطلح عليها في تعريف المعلل، لأن تعريف المعلل كما سبقنا عرفنا ما فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهرها الصحة، هذا هو تعريف المعلل عند الإطلاق. لكن من العلماء من توسع في إطلاق المعلل على أسباب الضعف المختلفة التي كل واحد منها يعتبر نوعا من أنواع علوم الحديث، كالكذب، كالفسق، فأي نوع من أنواع الجرح يقولون إنه علة ويطلقون عليه أنه علة، هذا على غير الاصطلاح المعروف الذي اعتبروا فيه المعل ما كان فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلام. يعني توسعوا في إطلاق المعل حتى جعلوا كل سبب من أسباب ضعف الحديث اعتبروه علة. ولهذا الإرسال يعلون به، يقولون علة بالإرسال، علة بالانقطاع، علة بفلان الكذاب، علة بأن فيه فلان الغير الثقة، هذا توسع في إطلاق العلة، وهذا غير المعلل في الاصطلاح الذي هو مقصور على نوع من أنواع علوم الحديث وهو ما فيه علة خفية قادحة. توسعوا فأطلقوه على أسباب الضعف المختلفة التي لكل واحد منها اسم يخصها، كل ذلك أطلقوه علة، يعني يعلل بها الحديث أو يعل بها الحديث، يعل بها الحديث، كأن يقولوا علة بالإرسال وعلة بالانقطاع وعلة بكذب فلان الكذاب لأن في رواته فلان. يعني هذه ربما يحصل إطلاق العلة على هذه الأسباب الظاهرة الجلية الواضحة التي ليس فيها خفاء ولا غموض، ولكن هذا توسع في الإطلاق وتوسع في الاصطلاح وليس قصرا لللفظ على ما أريد به في الاصطلاح، وهو نوع واحد من أنواع علوم الحديث. وربما قال ربما وربما أعل بالجلي، وربما أعل بالجلي لأنه كما عرفنا
الإعلال في الاصطلاح بالعلة القضية القادحة التي ما كل يتفطن لها. لكن من العلماء من يعل بالجلي الذي لا خفا فيه ولا غموض، والذي هو واضح غاية الوضوح، والذي هو أنواع مختلفة من أنواع علوم الحديث، فيطلقون العلة على ما في إسناده كاذب كذاب أو فاسق أو فيه إرسال أو فيه انقطاع أو ما إلى ذلك، مما كل واحد له اسم، فيه مرسل وفيه منقطع وفيه مضطرب وفيه كذا وفيه كذا، كل هذه أسباب جلية. وربما أعل للجلي، يعني ما هو معناه أنهم اقتصروا على الخفي والعلة الخفية، أعلوه بشيء جلي أطلقوا عليه أنه علة، لا قطعي كالقطعي المتصل القوي، كالقطعي المتصل القوي، يعني كونه جاء متصلا من بعض الطرق ولكنه جاء منقطعا من الطرق الأخرى من طريق أخرى، فيعل المتصل بالمنقطع، فيأتي من طريق منقطع ومن طريق متصل فيقال علة بالانقطاع، وعل بأنه منقطع، علة بأنه منقطع. والفسق والكذب ونوع الجرح، لما ذكر أن الانقطاع يعل به المتصل القوي كذلك يعل بالفسق، يعني بأن يكون فيه راو من الفساق أو كذاب متصف بالكذب أو وصوف بالكذب، فإنه يعل، قال وعل بفلان، وعل يعني كلمة العلة جاءت، وعل بفلان الراوي وهو كذا، وعل بفلان الكذاب، وعل بأن في رواته فلان وهو كذا، هو فاسق، هو كذاب، هو كذا، أو نوع جرحي، أي نوع من أنواع الجرح التي هي ظاهرة والتي هي جلية، لأن هذا مجرد تمثيل. قال ربما أعل بالجلي، ثم ذكر أمثلة في هذا الجلي، هي الانقطاع، هي الانقطاع المتصل القوي والفسق والكذب، ونوع جرحي، أي نوع من أنواع الجرح الظاهرة الجلية الواضحة، فإنه يعل بها الحديث. ولكن هذا كما سبق أن عرفنا توسع في الاصطلاح، وهو غير ما أطلق عليه المعل، وهو ما كان فيه علة خفية فاضحة مما ظاهره السلامة والصحة. نوع جرحي، وربما قيل في غير القدح، وربما قيلت لغير القدح، يعني قيلت يعني علة لغير القدح، وأن يكون الحديث جاء من طريق معلولة ولكنه جاء من طريق أخرى صحيحة، فذكر أنه معل يعني من طريق، ولكنه ثابت من طريق أخرى، ولهذا يقولون أنه يقولون صحيح معلول، صحيح معلول يعني عارضه أو خالفه طريقة أخرى فيها علة، فيكون صحيحا سليما ولكنه جاء من طريقة أخرى معلولة، فيقال صحيح معل أو صحيح معلول، لأنها أطلقت لغير القدح، يعني ما أطلقوها للقدح، وإنما أطلقوها لأنها تقابل المعل، وهو أنه يأتي من طريق معلة وجاء من طريق أخرى سالمة من العلة، بعد البحث والتفتيش وجد أن هذا الحديث المعل وجد من طريق أخرى سالم من العلة، سالم من العلة. كوصل ثبت فعل هذا رأوه، كوصل ثبت، يعني هذا تمثيل يعني لما أطلقت فيه لغير القدح، يعني كأن يكون الحديث جاء من طريق منقطعة أو علة بالانقطاع، ثم بحث ووجد أنه موصول من جهة شخص ثبت، وجد أنه موصول من جهة شخص ثبت، فيكون صحيحا من هذه الطريق، وإن كان في الأصل قد وجد أنه معل
لوجوده من طريق منقطعة، فتلك الطريقة المعلة جاء طريقة أخرى، يعني دلت على ثبوت الحديث فصار صحيحا قد أعل كما قالوا صحيح، وفي الشاذ قد حكوا كما قالوا صحيح شاذ. هو صحيح يعني من حيث أن الشروط متوفرة فيه، ولكن الضعف فيه جاء من جهة أن فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، الثقة لمن هو أوثق منه، الشروط متوفرة فيه، ولكن الضعف والقدح جاء بسبب أن هذا الثقة الذي جاء الحديث من طريقه قد جاء الحديث من طريق من هو أوثق منه مخالفا له، فقدمت رواية الأوثق التي هي المحفوظ على رواية الثقة الذي هو الشاذ، وصار المحفوظ هو المعتمد والشاذ، وإن كان جاء من طريق صحيحة إلا أنه قدم عليها الطريقة التي هي أقوى منها وهي الطريقة المحفوظة، وصارت هذه شاذة لا يعول عليها. قد سبق أن عرفنا في تعريف الصحيح أن من شروطه ألا يكون معللا ولا شاذا، ألا يكون معللا ولا شاذا، ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو تعريف الحديث الصحيح. وتعريف الحديث الصحيح ما كان سالما من الشذوذ والعلة. وإذا فقد تطلق العلة لغير القدح كأن يكون الحديث جاء من طريق منقطعة ثم بحث وجد أن الحديث جاء من طريق متصل فصار معتبرا من الطريق المتصلة التصلة، ولم تؤثر تلك الطريق المنقطعة التي أعل بها الحديث أولا. والنسخ قد أدرجه في العلل، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه في العمل، النسخ والنسخ كما هو معلوم رفع حكم بدليل متأخر عنه، لأن الحكم يثبت ثم ينسخ، الحكم يثبت ثم ينسخ، فينتقل من المنسوخ إلى الناسخ. الترمذي أدرج النسخ في العلل، أدرجه في هذا النوع، أدرجه في العلل الترمذي، وإدراجه فيه ليس بصحيح، وإنما يخص بالعمل، إذا أريد به العمل بأنه لا يعمل به فهذا صحيح، وأما إذا أريد به يعني من ناحية عدم الثبوت هو ثابت، ولكنه أبدل الحكم بأن جاء نص نسخه وألغاه وقضى عليه فهو صحيح ثابت ليس بمعلول، ولكن انتهى حكمه لأنه جاء ما ينسخه، فإذا كونه يقال أن النسخ من أنواع العلل ليس من أنواع العلل، وليس من أنواع العلل لأنه لا يعتبر ضعيف، لأن النسخ ثابت، لأن النسوخ ثابت، ولكنه جاء بعده ما ينسخه. كنت هنا يتقوم عن زيارة القبور فزورها، الزيارة كانت منهيا عنها ثم جاء هذا الحكم ونسخ إلى إباحتها، فكون الأحاديث التي جاءت في النهي عن زيارتها تعتبر معلة، لا ليست معلة هي ثابتة، لكن الوقت الذي شرع الله عز وجل المنع أو الامتناع من زيارة القبور انتهى بأن جاء نص آخر ثابت ألغاه ورفع حكمه وأتى بحكم آخر جديد، فهو ليس من أنواع الحديث المعلل. الأحاديث المنسوخة لا يقال إنها معلة وأن فيها علة وأنها تركت لأنها معلة، لا هي ذاتها، ولكنها تركت لأنه جاء حديث ألغى حكمها، جاء حديث صحيحة ثابتة ألغت حكمها. ومعلوم أن الحديث يكون ثابتا، والله تعالى شرع يعني هذا الشيء الذي في الحكم المنسوخ، ولكنه جاء شيء ألغاه وحل محله، فإذا لا يصلح أن يكون يعني من قبيل الأحاديث المعللة، لكن يمكن أن يقال
إنه يخص في العمل، يعني بمعنى أنه لا يعمل به، بمعنى أنه يعرض عنه، وأن يعني الحكم ليس أن الترك ليس للضعف، وإنما لكونه ألغي الحكم وأنهي وحل محله حكم آخر، فإذا يخص الحكم إنما هو بالعمل اللي هو الترك لا الضعف، أو وصف بأنه معل أو بأن فيه علة، إنما هو ثابت. بل جاء في القرآن آيات منسوخة وآيات ناسخة، يعني النص موجود والحكم موجود ولكنه نسخ، نسخ الحكم فلم يعمل به وعمل بالناسخ الذي حل محله وقام مقامه. وإذا فلا يصلح أن يكون النسخ، أن يكون المنسوخ من جملة الأحاديث المعلة التي فيها علة، لا يقال إن فيها علة، وإنما يقال إنها ثابتة، ولكن الوقت الذي شرع الله تعالى أن يعمل به انتهى بأن جاء شيء يلغيها ويحل محلها، فصارت تلك في زمان هذا عمدة ومعولا عليها في زمانها، وبعد انتهاء زمانها ومجيء ما ينسخها ألغي العمل بها وصار العمل بما نسخها وقام مقامها. هذه هي المباحث المتعلقة ببقية هذا المعلل.